كما كتعرفوا ان الاغلاق كان عنده واحد الاعلان ديال 10 ايام، من بعد تفاجئنا بواحد القرار اللي هو ارتجالي انفرادي، زادونا يومين، يعني كان غيفتح السوق نهار الاربعاء، نهار الخميس، نهار الاربعاء، زادونا يومين بلا علمنا حنا. الناس شرات الحوت تكرفصت فيه، يعني خسرت راس مالها. جينا لدابا نهار السبت اللي عطاونا ثاني الاعلان ديال السبت، جينا بغينا ندخلوا حابسين الباب، ما عرفناش شنو اللي واقع. كنسالوا الجهات كنتصلوا بالسيد المدير، ما بغاش كيجاوبنا. دابا كدخلنا عنده السوق باش يتحاور معنا، ما بغاش يتحاور معنا. المشكل اللي كاين جاب واحد القرار، واحد التصريح اللي هو ما عمره كان في البال، ما تشاوروا معنا عليه، ما علمونا عليه، ما والو. وما رغم ذلك ان التصريح حنا كنجيبوه من المنبع، من اللي كنشري الحوت كنشري بالوثائق ديالو. اي حاجه كتكون مصرحه من الديبار، اون ديبار كيتصرح هذاك المنتوج اللي شريته انا، جيبوه بالوراق ديالي، ما جيش سارق، وجيبوا البراق ديالي قانوني. ملي جيت للباب هنا ما بغاش يدخلوني، قال لك هذا التصريح ما عمرهم كان هذا التصريح عندنا حنا كاع. اول مره كان معمول به، كنجيب الوثائق ديالي قانونيه، كنسري الحوت ديالي من المزاد العاني قانوني، كنجيبو قانوني، كندخل قانوني. ما عمرهم كان عندنا شي مخالفه. حتى جاو هاد الناس ديال الاداره اللي بغاو يطبقوا لنا هذا القانون، ما كانش في الحسبان كاع. ندير كي طاكسي والحوت، كي صندوق صندوق، كيراقبوا كل شيء. احنا ما عرفناش شنو الغايه من هذا التصريح هذا. الا كنت غنصرح ونحيد البنات مرحبا، انا جيب البنات ديالي ونزيد تصريح ونزيد مراقبه، شنو هذا الشيء؟ انا كنجيب حوت ديالي قانوني بالوثائق ديالو، ما كن مطابقه للوزن، كنطلع فوق الميزان كنعطي البنات، الا ناقص عندي 10 كيلو كنردوني. انا ما عرفتش شنو الغرض من هذا التصريح.